يا ابوي اما عريسك ده امره عجيب هيجنني خلاص. ليه بس يا ابوي عامل ايه؟ ما هو يا اما دليل السوق يا اما بيستعبط يا اما فاكر نفسه داخل صفقه وخلاص. صراحه بقى ابوكي عنده حق، المفروض فعلا يكون دايما معاك اليومين دول يشوف تجهيزات الاوض ترتيبات الفرح. يا شيخه شوف ناقصك ايه يا امي. انتوا مش فاهمين مناع زي ما انا فاهماه. مناع عاش طول عمره لوحده، لا بيشيل هم حد ولا حد بيشيل هم، يعني كل اللي انتوا شايفينه مهم هو بالنسبه له مش مهم. كلام نورهان صح، مناع محتاج وقت كبير قوي على ما يتعود على حكايه الاسره دي. حد قادر يغلبه في الكلام؟ انا لحد دلوقت مش عارف الزمه باي حاجه. ليه بقى يا ابوي؟ ما هو قال لك انا تحت امرك في اي حاجه. واحنا هنطلب منه ايه؟ ما هو عارف بنتنا عايشه ازاي، ومش معقول يعيشها في مستوى اقل من اللي هي عايشه فيه. لكن هقول ايه، السعاده حاجه تانية، وانا واثقه اني هكون سعيده معاه قوي. يعني منك الدواله اللي انت فيها دي هتخليه يتمرع علينا. انت خدت من ناحيه الدواله فهم الدواله. فاكر شكلهم؟ ايوه يا باشا فاكرهم كويس. يعني تقدر تديني اوصافهم؟ اكيد طبعا. انت تخليك هنا ولو في اي حاجه غريبه تبلغني. تمام يا فندم. وانت تاخد الاستاذ معاك للرسام، عاوز على بكره الصبح صوره تجريبيه لكل المشتبه فيهم. تمام يا فندم. العمليات عاوز اغلاق تام لكل مخارج ومداخل سواج. على كام؟ على كام؟ بعدنا يوم الثلاث. انا اللي اتصل بيك بقول لك تستلم متى وفين. انت شايف الحكومه حاطه عينيها علينا بكل مطرح. انت مش هتهدي فلوسك يا سيدي؟ خليها على الله، ربنا على الخايل. يلا بالسلامه. اي خدمه ثانيه يا سياده العميد؟ توكل على الله يا ابني، توكل على الله. السلام على الباشا. حبيبة قلبي دي كلها أمور هينة ممكن تتلم بعد الجواز، لكن الشغل اللي في يدي ما ينفعش يستنى. شغل ريحته وحشة. ريحته زرايبي ما يليقش بعريس وعروسة فل وياسمين. لا، يوم الثلاث بإذن الله، يوم الخميس هتكون دخلتنا، وبعديها هكون كتاب مفتوح بين إيديك الحلوين. تصبح على خير يا قمر. آه حلوة عسلة. دول حقي ودول لازم يروحوا النجع من غير ما حد يضرى، بس مش قبل ما اخصم رسم المرور الصحراوي.